انا تنفكر غير والدين ماما نتصد ماما سابا ما يرتاح بو ماما و او ماما مش عودة يتاح مش عودة يتاح خدمت في بيت خولي مدي موغادور سويرة كانت تخدم و بو ماما ميريتاح كان تينكس ذهب كل المشبحة دي دار ماما الولاد كانوا تتعلموا المكيس الذهب وخاها خا وماما كانت تعمل طبع الذهب كامل دي كانت تدخل المروك السلطان كانوا الخياطات الخياط كانوا اللي كان عندهم الحوانت اللي يبيعوا العطرية ولا بابا كانت عنده حانوت كبيرة الحمص والشكاديم والفاكية كنت لازي فاكية القرقاع والتمر كان سيتوناوتا يالو اما تعلموا في سكولا فرانسيس كانوا تخدموا في البيرو في كانوا متعلمين في السكولا كانوا تخدموا في البنكات